رح ننتقل رشا لأولى محطاتنا الصباحية لليوم مع عالم الطب والصحة، ورح نحكي عن مرض السكري. مرض السكري بنعرف كل الأشخاص المريضين يصاب ببعض الأعراض إلى علاقة بمرض السكري، قديش بيأثر على أداء الوظائف بالجسم، بيأثر بشكل كتير كبير إذا ما تم ضبطه بشكل مستمر على العين، في له بعض الأعراض الجانبية والتأثيرات الجانبية. أكيد نور، كنا عم نحكي قبل ما نبلش فقرتنا أنه دائما نحن طبيا بنلاقي هذا الداء عم يأثر، ممكن يكون مميت. يعني اليوم حتى داء السكري مو بس العين، هو بيأثر على كل أعضاء الجسم. اليوم ضمن مساحتنا الصباحية خصصنا اليوم نضوي على موضوع تأثير داء السكري على العين، شو هي الأعراض وإيمت طبيا لازم يكون في إجراءات وقائية وعلاجية. معلومات كتير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم الدكتورة بثينة بدر الدين الشيخة، اختصاصي أمراض عيون وجراحة. هاي سعد صباحك. يسعد صباحكم، كيفك؟ والله الحمد لله تمام، مع البردات حلوين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. خلينا نحكي عن مثل ما قلنا ببداية حديثنا، السكري المرض، يعني مريض السكري بشكل عام إذا ما ضبط السكري ومتابعة مع الدكتور بتلاقي بيأثر على بعض وظائف الجسم ومنها العين. خلينا نحكي إذا في بعض الأعراض مرافقة لمرض السكري بتأثر على العين، شو هي اول ما ممكن نلاحظ فيها، شو تاثيراته؟ احيانا لانه الناس بتقول لك مثلا انه انا عادي لانه بطلع على التلفزيون كثير، يمكن عيني بتغبش لاني بمسك الموبايل، بتلاقي انه ما كثير بنلتفت لبعض هي الاعراض، واخر خيار يمكن او اخر اجراء بنعمله هو استشاره طبيب او بنفكر نعمل تحليل سكر. هلا الفكره مثل ما كنا عم نحكي انه السكر هو مرض جهازي، يعني بصيب كل اعضاء الجسم. السكر هو عم يمشي بالدم وينتقل لكل الأعضاء ومن العين. الفكرة أنه بالعين دائماً هي مراية للجسم، فهي بتعطينا صورة كاملة عن اللي عم يصير بالجسم من دون ما يعني يكون في عنا أي تعبير من الجسم نفسه. يعني ممكن الأعراض العينية تسبق حتى أعراض الجسم الجهازية اللي بتخبر أنه عنده للمريض سكري. يعني ممكن مريض يراجعك يكون عم يشكي مثل ما قلنا تشوش رؤية، عم تذبذب رؤيته، ما انا ظابطه، بتاخذ نحن اول بناخذ القصه السريريه اذا كان في عنده قصه سكري، انه فعلا عم يغير الفحص تبعه وما انه ثابت، ممكن نفحص شبكيته نكتشف بعض النزوف، نقول له روح اعمل تحليل سكر، فيطلع فعلا عنده سكر وهو ما حاسس ولا على عرض ثاني، فممكن العين تكون هي العنصر الاول اللي يدلنا انه في سكري. هلا هي مثل ما حكينا انه بمجمل اللي انه عم تتأذى كل الجسم بوجود هذا السكر المرتفع بالدم، عم تتأذى بشكل كتير كبير. الأعراض بتتراوح من التهابات متكررة بالعين ما بتكون شفاءها صعب، ممكن يصير عنده تشويش نظر بيتذبذب مثل ما قلنا نظره وما بيثبت، ممكن يصير عنده مي بيضة إذا ارتفع السكر لأرقام كبيرة، ممكن خلال 3 أيام تتطور عنده مي بيضة وتكتمل ما يعود يشوف منها، ممكن يصير في عنده نزوف بالشبكية واعتلال بالشبكية النصفي، ممكن يصير عنده ضغط عين. السكر او اعتلال الشبكيه السكري هو السبب الثاني للعمى بالعالم. وهون انا بدي اسالك، ذكرتي نتائج للسكري وقت بده ياثر على موضوع العين، وقلتي ثاني اسباب وفاه بالعالم العمى، العمى التام، انه ما بيعود يرجع المريض للقدره البصريه تبعيته، ما بيعود بيشوف. طيب خلينا نشرح اكثر عن موضوع اعتلال الشبكيه، كيف اليوم السكري قادر ياثر ويوصل لمرحله الاعتلال؟ هلا انا كثير بشرحها بالعياده لمرضاي بطريقه مبسطه، بقول لهم انه السكر هو مارق بهالعروق الدمويه اللي مارقه بكل الجسم ومن العين. هلا الارتفاع اللي كثير كبير بالسكر بقلب الدم او الوعاء الدموي بيخرب الجدار تبع الوعاء، يعني مادة كتير تركيزها عالي فبتخرب هذا الجدار، الخلايا تبع الجدار بتضمر وبتتباعد عن بعضها، فبصير ثقوب بالأوعية. هي الثقوب بتمرق، أول شيء بتصير مرق منها السوائل، يعني ما بيمرق الدم دغري، بيكون نقطة صغيرة دم سوائل، بصير وزمة بالشبكية بيختل النظر. فالوقت ما بصير وزنة بالشبكية بصير في عنا بقى الجسم نقص تروية لهالشبكية، فبصير يطلب انه يجيب اوعية انه انا ما عم بقدر اتغذى منيح، الغذاء مو ظابط عندي، فبصير تطلع عنا اوعية جديدة، بس هي الاوعية هشة مو نظامية. هي الاوعية الجديدة الهشة هي اللي بتعملنا بقية النزوف لانه هي اوعية غير نظامية. هي الآلية المرضية للسكر، هو بيخرب الاوعية. هلا الفكرة وين عندي انا، بس هي بحاول احكي لها لمريض، بيقول لي مريض السكر انا سكري 300 وبفحصه شبكيته، ها شفتوا شبكيتي ما فيها شيء، عيني ما فيها شيء. السكر تراكمي، يعني تاثيره مو بهاللحظه، مو انه والله هلا سكرك 300 هلا انا بتاذى، في معك فتره حيتخرب هذا الجدار، وقت ما بيتخرب
ما في شيء بيرجعه مثل قبل. يعني لو صار سكرك 90 او 60 ما عاد يرجع حالي صارت يعني. فبصير التخريب ماشي وما يعني لما نحكي عن الاعتلال الشبكيه مثل ما قلنا يعني اعتلال الشبكيه السكري هو تراكميه ما راح يشوف النتيجه من مباشره البداية. لا هو مع الوقت. هلا بهمني المده الزمنيه يعني انه كل ما طول وكان السكر غير مضبوط فيه كل ما كان نحن عنا الاذيه صارت اسرع. السكري الشبابي اللي هو الداء السكري مو داء بس انه بيصيب الكبار صحيح بيصيب الصغار انه هم بالاساس ما عندهم انسولين عم ينفرز فهذا داء سكري شبابي او طفلي بيكون. هدول كمان انه اذا ما ضبطوا سكرهم منيح للاسف ببلش اعتلال الشبكيه السكري عندهم بعمر ال 30 اللي هو عز الشباب. فمن 30 لل 40 بيكونوا فقدوا النظر اذا كانوا ما مهتمين بالموضوع. لما نقول اعتلال شبكيه يعني هي مثل ما قلتي تراكميه لازم يكون في بعض العوارض هي اساسا بتاثر على الشخص يعني نحن عم نحكي عن مرحله متقدمه. اي انت يعني البدايه هي بتكون انه عم يشوف نقط مغبش نظره بيجي بتقلي له انه عندك بدايه اعتلال شبكيه سكري انت لازم تضبط اول شغله بقعد بحكي مع المريض ساعه انه انت لازم تضبط سكرك اذا ما ضبطت سكرك ما حيمشي الحال وما بيهم السكر الرقم الآني يعني انه هلا سكري انا 150 ممتاز او 200 كثير منيح لا بيهمني السكر التراكمي او الخضاب الجلوكوزي هذا بيقول لك انه فعلا عن 3 اشهر الماضيه المريض سكره ظابط ولا عم يطلع وينزل يعني ما بيهمني التحليل الآني اللي بيعطيني اياه المريض الرقمي اذا السكر خلال 3 اشهر ظابط خضابه السكري 6.5 7 اوكي مقبول بيقدر يكمل ويستفيد من العلاج اذا مو ظابط كل العلاجات حتتراجع فيه لورا يعني انت بتكون عم تصلحي من قرنه والسكر بعده مستمر بالتخريب ما بتحس بالفائده بتيجي بتقولي للمريض العلاجات المتاحه عندك حقن وليزر بيجي بيسمع من جاره ورفيقه ما بعرف شو انه هيك صار معه بياخر 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 ليوصل للمرحله اللي فجاه بتنزف العين وبتروح الرؤيه فيها هي المشكله الحقيقيه اللي بنعانيها مع مرضى السكري لا بيزبطوا سكرهم بالبدايه اللي ممكن يستفيدوا منها وشغله ثانيه ما بيقدموا للعلاج بالوقت المناسب على قصص الغريبه دائما انه المريض وقت ما بيوصل للمراحل المتاخره العلاجات بتصير انه بس تلطيفيه لا اكثر ولا اقل صحيح عم نشوف بعض الصور على الهواء لبعض الحالات طبعاً. اليوم خلينا نحكي اكثر عن اعتلال العصب السكري يمكن هو بيشمل حالات كثير كان حوال رؤية مزدوجة وغيرها شرح عنا أكثر هلا السكر مو بس مثل ما قلنا انه بس بيعمل اعتلال شبكية قلت انه بيعمل مي بيضة هي مي بيضة سريعة جدا بنشوف المريض انه خلال 3 ايام 4 ايام صار عنده مي بيضة وما عاد شاف بيعمل كمان مثل ما بيصيب الاعتلال اعصاب كل الجسم من السكر معروف هذا انه بصير عنده قدم سكرية وتخدر ونمل باصابعه او بايديه وباجره كمان العين لها اعصاب هاي الاعصاب ممكن تصيبه اعتلال اعصاب سكري ففجاه بيجيك المريض انا عم شوف الشغله تنتين بيكون العصب صابه شلل مؤقت بنقول له خزل وقف تمام بسبب السكر المرتفع واللي عمل مشكله عصبيه فبنلاحظ عندهم شلول يعني عينه ما عم تحرك او جفنه نازل ما قدران يحرك عينه وقفت بس هذا الحلو فيه انه خزل مؤقت يعني انه بس تضبط الامور وتساعد المريض بيرجع بيتحسن انه سكر وظبط اموره منيحه اعطيناه فيتامينات دربنا له العين رجعت الحركات نظاميه بس انه الشغله مزعجه انه يكون المريض عنده حول او شفعه يعني رؤيه مزدوجه شو هي الحالات اللي بيتم علاجها يعني قلنا نحن ببدايه حديثنا السكر بياثر بشكل كثير كبير على العين والرؤيه والشبكيه وبيعمل اعتلال وقلتي في بعض يعني بعض التاثيرات ممكن تتعالج بعض التاثيرات لا شو هي التاثيرات يمكن اذا لحقناها بيتم علاجها وبعض التاثيرات على المدى الطويل لا خلص المريض بيخسرها هلا كل ما كان اول شيء ضبطنا السكر منيح ونحن بالمراحل الباكره امورنا كثير منيحه يعني صارت عنده مي بيضاء وضبطنا سكره اوكي ممكن حتى اذا لحقناها بكير انه تتراجع المي البيضاء السكريه بالضبط الجيد لها فانه هي اذا مراحل باكره اذا صار عنده حول اعتلال اعصاب ناتج عن اعتلال الاعصاب السكري هذا ممكن يتراجع اذا انت ضبطت سكرك والرؤيه المزدوجه بتتعالج هي الرؤيه المزدوجه هي نتيجه الحول يعني طبعا. انا عين جالسه والعين الثانيه ما عم تحرك صاروا التنتين عم يشوفوا الجسم من منظورين مختلفين فبصير الجسم قدام الشخص شغلتين رؤيتين. يعني رؤيتين طبعا. او جسمين بيشوفوا هي بنقول لها الرؤيه المزدوجه او الحول ناجم عن اعتلال الاعصاب هدول مثل ما قلنا مؤقتين وممكن يتراجعوا الاعتلال الشبكي السكري اللي هو بالطور غير المنمي قبل ما تطلع هي الاوعيه الحديثه الخبيثه ممكن كثير يتراجع وننضبط ونطول كثير ليتاثر النظر او يصير في عمى تمام بس متى ما صرنا باوعيه جديده صرنا دخلنا بخطر النزف وانفصال الشبكيه
وحتى النهايه اللي كثير سيئه هي الزرق الوعائي اللي بسببه، يعني الزرق وارتفاع ضغط العين اللي هو يعتبر المرحله النهائيه اللي ما بتقعد تستجيب لاي شيء وعلاجه كثير سيء وانذاره سيء جدا. يعني ارتفاع ضغط العين له علاقه بالسكري ولا ممكن يصاب شخص بضغط العين؟ لا، ضغط العين مرض مستقل صحيح. بس هذا ضغط العين ناجم عن السكر، يعني السكر الاوعيه هي اللي حكينا عنها اللي الجديده اللي هي سريعه وهشه وما لها نظاميه، بنقولها نحن اوعيه خبيثه تقريبا، انه هاي الاوعيه اذا وصلت لزاويه العين بتسكرها لزاويه العين، ما بتقعد تستجيب لشيء، ولو نعمل له عمليه بتلاقي انه بس تخفيض للالم وتخفيض للضغط بس مو اكثر ولا اقل. هلا الاعراض اللي ذكرناها اليوم ممكن احنا نشوف نفس الحالات اللي ذكرتيها تتقاطع مع مرض ثاني، او خلص هي اليوم بس انه مرض السكري عم بياثر على العين بهدول الحالات، ممكن يكون في امراض ثانيه بالجسم تاثر بنفس التاثير على العين؟ تمام، العين مرايه للجسم، فمو بس السكر، الضغط، الكليه، الحمل، فقر الدم، الادويه اللي بياخذها الشخص، هدول كلهم عوامل كلها بتظهر على العين. اي مرض موجود بالجسم اسمه امراض جهازيه فيك تكشفه من العين. اعتلال الشبكيه بالارتفاع التوتر الشرياني ممكن يعمل لنا نزوف ونتحات وتعرج اوعيه واورده ضيقه وانسداد وريد مثله مثل السكري. دائما ما عم يكون التشخيص بهيك حالات السكر اليوم، انه نحن عم نقول انه في كذا مرض ممكن يعكس يعمل على اعتلال العين. شبكيه بس انه السكر له يعني شغلات المميزه اللي بتوحي لك اكثر انه بوجه المريض انه لا روح اعمل تحليل سكر. طب بس في تقاطعات مع امراض ثانيه ما بتتشابه يمكن الاعراض بتشاركوا مع بعض. لا انا مره شفت حالي على ارض الواقع انه مريضه سكري ارتفع كثير عندها بجسمها السكري، فصار عندها خلينا نقول كتل فوق العيون وتسكرت العيون تماما على المعالج، واخذت مدى كثير طويل خفت هدول الكتل، ما بعرف اذا هي دهنيه او ما بعرف شو توصيفها بشكل طبي، يعني هي ممكن تكون وزمات صارت عندها نتيجه الارتفاع السكر الغير مضبوط. يعني هدول القصص خارجيه، القصص اللي كثير مهمه هي مثل ما قلنا الشبكيه، العصب، ضغط العين، اذا هدول بلش الاذيه فيهم هدول صعب يتراجعوا. برد باكد انه الضبط الجيد للسكر لا تسمع لجارتك ورفيقك، هي كثير مهمه. معدل السكر الشبابي والمعدل فينا نقول لكل الكبار المريضين السكر، لانه بيقول لك طالع شوي مش كثير، المعدل يعني قديش فينا نضبطه معدل السكر وقديش ممكن يعني نقول منطقيا اذا ارتفع هذا ما في مشكله عليه. هلا نحن دائما بنقول للمريض انه انت لازم يكون سكرك العادي الصيام الصباحي اقل من 200 تمام، هذا بشكل عام. بس الحقيقه انا ما يعني بقول لهم مرضاي انا ما بقتنع بها، بقول لي سكري والله كان هالقد، بقول له انا ما بيهمني كثير السكر، تقول لي رقم، برجع بقول له اعمل لي خضاب سكري. الخضاب السكري 6.5 7 انت ضابط سكرك على عيني اللي عم تشتغله مزبوط. اذا ما هو 6.5 او 7 انت شو اللي حكيت لي اياه كله انه سكرك عم يضل 200 ما له علاقه السكر عم ياذي. الخضاب السكري هو بيقول لك انه في سكر عم ياذي او ما عم ياذي تمام. فهذا الرقم اللي بطالب فيه انا، وهذا بينعمل كل 3 اشهر مره وبيعكس لك عن 3 اشهر الماضيين انه شو عمل المريض، يعني الحميه اللي عملها ظابطه، الدواء عم ياخذه عم يكفيه ولا لا. طبعا هي القصص انا بتركها لطبيب الغدد انه يضبط لي السكر مزبوط، بس انا بوجهه انه انا ما حتستفيد على علاجي الا اذا ضبطت السكر بالاضافه للعلاج. ما هو يعني اكثر شيء داء السكري بتاثر بالظروف الخارجيه، اليوم مثلا بتمرق معك حالات بتسمع انه شخص صار معه داء السكري بسبب زعله كبيره، حزن، فقد حدا يعني. فلهيك نحن اليوم حتى تحليل السكر على الرئة بجوز نحن اكلين المساء بما فيه الكفايه اليوم لحتى يطلع السكري يعني. فمثل ما ذكرتي نقطة أنه نرجع على التحليل الخضاب، خضاب السكري، الخضاب الجلوكوزي، هذا اللي كتير مهم لمرضى السكر بالضبط. وما يخافوا من العلاج، هذا اللي بدي أقول لهم إياه، أنه العلاجات صارت كتير متطورة صح. كل ما كنت أنت بمرحلة باكرة وضبط سكرك وعالجت مزبوط بكير، أنت حتستفيد، حتوقف المرحلة، توصل للمرحلة اللي ما عاد فينا نتراجع فيها أو ما عاد فيها تحسن. من قلهم بس أنا عم حافظ محافظة على الموجود، أما قبل فيك تتحسن، يعني أنه بس تقله أنت علاجك حقنة ضمن العين، حقنة، إبرة بالعين، أنت شو خفت، أجلتها، آخر شيء أنه بصير وقت ما توصل لمرحلة أخيرة
الله يخليكم اي شيء ابلام فيه. طب وقت ما كانت بتفيد وقتها ما في وقت كثير. هذا للاسف هي الثقافه موجوده كتير. يعني موجوده بشكل كثير كبير انه اخر خيار هو استشاره الطبيب، مع انه بتلاقي بيستشير جاره ورفيقه ويمكن نحن بنحمل ونحن بنحمل حالنا اوجاع والام زياده يعني. بس خلينا للاسف بس خلينا نعطي لكل الناس اللي عم يتابعونا بعض النصائح، خصوصا مثل ما قلتي سكر الشباب كمان له تاثير كثير كبير على العين. قديش فينا مثلا نقول بعض الملاحظات انه انتبهوا؟ يعني في كثير مثلا بتقول لك انا لانه بشتغل ساعات طويله بمكتب، يعني انا شغلي اداري يمكن له علاقه بالشغلي لهيك عيوني شوي بيوجعوني. لا، هون في بعض الاعراض لازم نوقف عندها الى علاقه اذا كنت انت ممكن تصاب بمرض السكري او هي انذار لانك ستصاب. هلا السكري مثل ما قلنا انه السكري في منه بيجي خلقه، هذا ما بايده للشخص. صحيح. وفي منه بيجي نتيجه العوامل اللي حكينا عنها، زياده الوزن، الستريس، نمط الحياه اللي نحن عايشينه، هذا كله بياثر على الشخص. الوراثه قديه بتلعب دور، والوراثه كثير لها دور اساسي. فبس انا اكون عندي عوامل مؤهبه، يعني عندي وراثه، عندي وزن زايد، عملي ما في حركه، ما في رياضه، اكلي كله فيه سكر، فانا هذا لازم انتبه لهم، لازم انا اعمل كنترول على هاي القصص، حاول اعمل رياضه، خفف وزن، اتبع حميه معينه عن السكر مشان ما يصير عندي سكر. ضبط السكر الجيد هو الاساس بكل شيء. بس تضبط سكرك منيح انت امورك منيحه. الاعراض لا تهمل، يعني بس يكون في عندي اعراض اهمالها هو اللي بيؤدي انه اخر شيء نوصل لمرحله متقدمه. الطبيب وقت ما بيقدم لك نصيحته او استشارته كان بيكون هدفه الاساسي انه يفيدك، هو اكثر خبره من الجار والرفيق والخبرات السابقه، بيقول لك انه هيك حيفيدك، معناته انه هذا العلاجات المتاحه هلا. فيا ريت يعني يستجيب لهالقصص وما يسمع كثير الخبرات القديمه والعلاجات الغير ناجحه، بيوصلوا لمرحله متاخره فعلا العلاج ما بيعود بيفيد كثير، بس بيكونوا هن اللي تاخروا، يعني هن وصلوا حالهم لهالمرحله. مثل ما قلنا الحياه اللي نحن يعني عايشينها فيها ضغوط بما فيه الكفايه لترفع لنا سكرنا. صحيح. بس نحن عملنا ضغط وسكر وكل شيء وكل شيء، بس المفروض من ارتفاع الاسعار بيعمل لك ضغط وسكر بيعمل كل القصص. فالمفروض انه نحاول نضبط السكر قدر الامكان. هاي القصه بدون انذارات يا نور، بدون اعراض وبدون انذارات عم بيكون بس في تاثيرات يعني. طيب دكتوره كثير بنشكر حضورك لليوم، ودائما نحن بنقول الوقايه خير من العلاج، وخاصه بموضوع السكري، وخاصة إذا كان في وراثة من الطرفين. نحن مفروض نروح بعمر كتير مبكر للوقاية. صباحك صحة وانفراجات على طول. شكرا لك دكتورة، وأكيد نصيحتنا دائما لكل الناس اللي عم يتابعونا يجب استشارة الطبيب، لازم ما نهمل حالنا، أهم شيء الصحة اليوم. شكرا كتير لك. أهلا وسهلا فيكم.